احنا عندنا 25 منصه، احنا بنبث بسبع لغات. احنا بنفتخر انه نسبه الوصول الشهري الى هذه المنصات تتجاوز ال 100 مليون بالشهر. احنا وصلنا لانه موقع لليوتيوب عندنا بدخل عليه 35 مليون شخص في الشهر الواحد، وعندنا اليوم اكثر من 40 مراسل في اهم 40 عاصمه حول العالم. 40 مراسل في 40 عاصمه حول العالم. وبالتالي احنا سعيدين انه احنا اقتربنا من الوصول الى الرؤية او الهدف اللي وضعناه، وسعينا واجتهدنا خلال الفترة الماضية من اجل الوصول اليه، واحنا مصرين على ان نبقى على العهد مع شعبنا الفلسطيني من اجل ان نكون صوته وصورته، ومن اجل ان نفضح كل الجرائم اللي بتعرض لها شعبنا، ومن أجل أن نبرز كل الإنجازات اللي بيكون فيها شعبنا في كل مكان بالعالم.